صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، حياكم الله معنا في بداية هذا الأسبوع المليء إن شاء الله بالإنجازات، وذلك من خلال التفاؤل والإيجابية التي يجب أن نزرعها في داخلنا. حياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي. مستمعين صحة وسعادة برنامج يعني تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها، وغير ذلك من المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. فأهلا وسهلا بكم جميعا، وأطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي بقيادة الأستاذ عيسى سبيل. مستمعينا، اليوم خبرنا الرئيسي ما نتطرق له من خلال إطلاق العدد الأول من ملحق البيان الصحي، حيث تحت في هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة في جريدة البيان اليوم بإصدار العدد الأول من ملحق البيان الصحي، الذي يمثل إحدى ثمار التعاون ما بين الهيئة والمؤسسة. ووفقا لما هو مقرر، فسوف يكون الملحق بداية من اليوم في متناول مؤسسات المجتمع وأفراده وجمهور المتعاملين من خلال توزيعه صباح كل يوم أحد مع جريدة البيان. ويعد ملحق البيان الصحي إضافة مهمة لوسائل الإعلام النوعية التي استحدثتها الهيئة لفتح المزيد من قنوات التواصل بينها وبين المتعاملين والمجتمع، ولا سيما على صعيد تدفق البيانات والمعلومات التي تحرص الهيئة على مشاركتها وتوضيحها أمام الجمهور، لتفعيل دور مشاركة الجمهور بالرأي البناء في أعمال التطوير التي تشهدها منشآت الهيئة الطبية. أيضا يقوم على تنفيذ هذا الملحق فريق مشترك بين الهيئة وجريدة البيان، ويضم مجموعة من الصحفيين والفنيين المنفذين. في افتتاحية العدد الأول هناك كلمة جميلة من معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، يقول معاليه: إننا إذ نستهل عاما جديدا نطلق فيه هذه النافذة الإعلامية المهمة ملحق البيان الصحي بالتعاون المثمر مع جريدة البيان كأحد الباقات الإضافية لوسائلنا الإعلامية المتنوعة التي نتواصل من خلالها مع المجتمع وأفراده، فإننا نود أن نعرب عن كامل اعتزازنا وفخرنا بما وصلت إليه دبي وما تحققه من طفرات وتحولات استثنائية استلهمها القائمون عليها من الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن توجيهات سموه الحكيمة ومن الدعم اللامحدود الذي يليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لخطط التطوير وبرامجها التنفيذية، وخاصة قطاع الصحة الذي يحظى بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة. إننا ندرك في هيئة الصحة بدبي حجم التحديات التي تواجهنا في طريق تحقيق التنافسية العالمية وتقديم نموذج مطور للقطاع الصحي، وندرك كذلك أن وجودنا في طليعة وصدارة المؤسسات الصحية الدولية يتطلب المزيد من الجهد والمزيد من الإصرار، ونحن على ثقة في أن الكفاءات والخبرات التي يزخر بها القطاع الصحي في دبي قادرة على صناعة النجاح والتميز والإبداع، كما أننا على يقين في دعم المؤسسات مؤسسات المجتمع وأفراده لجهودنا نحو تقديم نموذج صحي من الطراز الأول. إذن مستمعينا، كانت هذه كلمة معالي حميد القطامي رئيس
مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي. اللي شاف الملحق اليوم بيشوف عندنا خبر كذلك عن معرض الصحة العربي. هذا المعرض الذي ستنطلق فعالياته إن شاء الله في الغد، حيث تشارك هيئة الصحة بدبي بفعاليات معرض الصحة العربي بحزمة من الأنشطة والفعاليات التي تعلن من خلالها عن آخر مستجداتها وتوجهاتها المستقبلية وآخر ابتكاراتها في مجال الصحة بشكل عام. نحن نتحدث عن هذه المشاركة وتفاصيلها، ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ غانم عبد الله لوتا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي. حياك الله معنا أبو عبد الله. حيا الله أبو يوسف. أول شيء مبروكين على هذا الملحق الجميل، وثاني شيء خلنا نتحدث عن مشاركة الهيئة في المعرض، تعطينا فكرة عامة عنها. الله يبارك فيك أول شيء. ثاني شيء، هيئة الصحة دائما سباقة لأن تشارك في هالمعارض العالمية، تعتبر على أساس أن المعرض العربي أو الصحة العربي يعتبر من أكبر المعارض على مستوى العالم. ثاني شيء، هيئة الصحة سوف تشارك في هذا المعرض بعدد من المبادرات، بعدد من المعايير اللي تخدم قطاع الصحة في إمارة دبي. هيئة الصحة دبي بتقدم في معرض الصحة العربي مع المبادرات الذكية، وبتطرح طبعا مبادرات جديدة تم إطلاقها في الفترة الحالية. بيتم كذا، ما نبغى نحرق كل شيء طال عمرك، نبغى نخلي الناس يشرفونا في هذا المعرض ويشوفون منصة هيئة الصحة بمبادراتها الذكية والابتكارية، بتكون إن شاء الله موجودة وبقوة في هذا المعرض إن شاء الله. نحن ما نبغي نحرق أي شيء أبو عبد الله، بس نبغي يعني لو تخصنا في البرنامج عن مستجداتكم في هذا المعرض، أبرز ما سوف يتم الإعلان عنه خلال هذا الحدث الصحي بشكل عام، يعني ما مناخذ التفاصيل. بيكون بتطلق هيئة صحة دبي مبادرة السياحة العلاجية لهيئة صحة دبي، بيكون لها جناح خاص بها، بتطلق كذلك المعايير اللي قام بتنظيم الصحة أو إدارة التنظيم الصحي بإطلاقها للمستشفيات الخاصة، وهي معايير عالمية تخدم القطاع الصحي في إمارة دبي. كذلك بنتطرق في مجموعة من الإحصائيات اللي قام التأمين الصحي بها بعمل الإحصائيات في خلال الفترة اللي طافت، وغيرها من المؤتمرات الصحفية اللي بيتم عقدها خلال هذا المؤتمر، وعدد من الاتفاقيات اللي بيتم التعاقد فيها إن شاء الله تعالى. جميل، الله يوفقكم. أبو عبد الله، أبرز التطبيقات اللي ذكرت أنكم بتستعرضونها خلال هذا المؤتمر شو هي بالضبط؟ والله في تطبيقات جديدة وشفنا صدى كبير من المجتمع لها، تطبيق طفلي وتطبيق حياتي. هذه التطبيقات الحمد لله لاحظنا أن فيها إقبال كبير على المجتمع. نعم أستاذ غانم، يعني بشكل عام نبغي نوجه دعوة للجمهور الحين أنهم يحضرون، أنهم يتواجدون في هذا المعرض، وأيضا يحضرون إلى جناح هيئة الصحة في دبي. فشو أبرز الأشياء اللي تبغي تقولها في هذا المجال، وتبغي توجه دعوة كذلك للجمهور وين يروحون بالضبط؟ والله أحب أنهم يتوجهون المركز دبي التجاري قاعة المؤتمرات. نحن موجودين في نحن مو موجودين في قاعة معينة، نحن موجودين في موقع استراتيجي جدا اللي هو خلف فندق النوفوتيل على طول في الممر، جنب مجموعة من المستشفيات ومجموعة من الخدمات الطبية اللي موجودة في المعرض. نطلب من الجمهور أن يشاركونا في المنصة بالحضور، على أساس أن هناك في مجموعة من المسابقات والتفاعل وايد يهمنا من قبل الجمهور والمجتمع. الأستاذ غانم عبد الله لوتا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وكل التوفيق إن شاء الله. ألف شكر يا أبو يوسف، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، هذه الدعوة اللي وجهها الأستاذ غانم لكم لحضور فعاليات مؤتمر الصحة العربي. وأيضا قبل لا أطلع الفاصل، إذا تسمح لي أستاذ عيسى، بس أبغي أنوه بهذا الإعلان من مركز دبي للتبرع بالدم عن حاجته لمتبرعين بفصائل الدم التالية: A+, A-, O+, O-, B-. على الراغبين بالتبرع التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم في حرم مستشفى لطيفة. إذن أعيد عليكم الفصائل المطلوبة
ونتمنى منكم مستمعينا انكم تتوجهون للتبرع بالدم، لان يعني ما في داعي اقول لكم شو فوائد التبرع بالدم وشو الاجر اللي الواحد ممكن يحصله من وراء هذه الممارسه. لكن يا جماعه الخير، ترى يعني بغض النظر عن الاجر، ايضا التبرع بالدم هو يعني بين فتره وفتره يحقق فوائد صحيه للانسان. عموما الفصائل اللي محتاجينها البنك A+ A- O+ O- و B-. عموما بعد الفاصل عندنا موضوع آخر ما نتطرق له، فتابعونا ولا تروحون بعيد. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. حقيقة التعاون المثمر ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام يعني يتطرق في العديد من الأوجه، منها يعني هذا البرنامج اللي توجهت من خلال الهيئة أن يكون لها منبر من خلال هذه الإذاعة المميزة، على أساس أن تستطيع أن تطلع على أهم الملاحظات والآراء التي يعني تتواجد في أذهان الجمهور، وأي ما بقول مشاكل، بس بقول إن إذا كانت بعض الأمور اللي من خلالها الواحد يكون ساهي، أو إنه يعني ما مشت معاه الأمور بشكل جيد في أي مرفق من مرافق الهيئة، ممكن نحن من خلال هذا التواجد إنه نوصل صوته للمعنيين في هيئة الصحة لاتخاذ اللازم في هذا الإجراء، وأيضا على أساس أن نتعرف أكثر على آرائكم. أيضا من أوجه التعاون اللي هو اليوم تم إطلاق ملحق البيان الصحي مع صحيفة البيان، هذا الملحق اللي فيه حقيقة كثير من المواضيع الشيقة والمهمة اللي تقدرون تطلعون عليها وتطلعون على آخر المستجدات في القطاع الصحي بشكل عام، مو بس في دبي أو في الإمارات أو في المنطقة، لا حتى على المستوى العالمي. إذن هو ملحق بمثابة مرجع صحي، ممكن تتعرفون على هذا الملحق والمواضيع اللي فيه من خلال يعني صحيفة البيان اليوم الصادرة اليوم، ومن خلال هذا الملحق. مستمعينا، منروح معاكم لمستشفى دبي، حيث بدأ مستشفى دبي بتطبيق نظام عالمي متطور لمراقبة العلامات الحيوية للأطفال المرضى، كمراقبة النبض ودرجة تشبع الدم بالأكسجين، وذلك لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. هذا الكلام ضمن الجهود التي يقوم بها المستشفى لرفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، لتكون وفقا لأفضل المعايير والبروتوكولات والممارسات العالمية. النظام الجديد يعكس الاهتمام الذي توليه الهيئة لتبني استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكية لتحقيق أقصى درجات السلامة للمرضى. خلونا نتعرف على هذا النظام وأهميته والدور اللي يقوم به من خلال استضافتنا عبر الهاتف السيد فؤاد شاب، مدير إدارة التمريض بمستشفى دبي. حياك الله معانا أستاذ فؤاد. حياكم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ فؤاد، إذا بتعطينا فكرة عامة عن النظام وأهميته للمرضى والكوادر التمريضية بالتحديد في المستشفى. نعم أخي العزيز، النظام هو يسمى سيفتي نت أو نظام لسلامة المرضى. يهدف هذا النظام لمراقبة معدل نبض القلب ونسبة الأكسجين، تشبع الدم في الأكسجين، وهذه العلامات تعد من العلامات الحيوية المهمة جدا للمرضى لمعرفة الحالة الصحية. النظام باختصار هو عبارة عن جهاز يثبت عند سرير كل مريض في المستشفى، وكل الأجهزة هذه متصلة بشاشة عرض مركزية على كاونتر التمريض، فتعطي العلامات الحيوية باستمرار بصورة متواصلة مش متقطعة على الكاونتر الرئيسي. وأيضا يتميز بوجود جهاز نداء، جهاز النداء يعطى لكل ممرضة معينة على 3 مرضى 4 مرضى، بيكون عنده جهاز نداء
موصول مباشرة بالنظام. مجرد يكون في اختلال بأي من العلامات الحيوية اللي ذكرناها مثل النبض أو الأكسجين، مباشرة بيجي إشارة عند الممرضة بتستجيب بسرعة. إذا تأخر الممرضة، هذا التميز بالنظام، إذا صار في تأخير لحد 30 ثانية من الاستجابة، بصير رفع مستوى النداء لمسؤولية الوردية في القسم في ألارم أعلى منها. والله جميل، يعني مباشرة هو تسهيل لسرعة الاستجابة لأي خلل صحي بيطرأ عند المرض. طيب أستاذ فؤاد، يعني كم عدد الأسرة اللي تم تزويدها بهذا النظام؟ والله النظام ركبناه في مستشفى دبي في قسم الأطفال، اللي هو يعد من أكبر الأقسام في المستشفى. في قسم عندنا 34 سرير، من ضمنها في 8 غرف عزل، يعني غرف كلها انفرادية كعزل، يحتاجوا مراقبة طبعا. فهو 34 سرير مربوطين بشاشتين مركزيتين، واحدة منهم للثمن غرف اللي عند العزل، والثاني في القسم العام اللي هم 26 سرير. فالعدد الإجمالي 34 سرير. طيب أنت ذكرت بعض من مميزات هذا النظام أستاذ فؤاد، يعني السؤال اللي في بالي، هل يقوم النظام يعني مراقبة نبض المريض، معرفة مدى تشبع الدم بالأكسجين، أو الكشف عن أي تدهور في الحالة المرضية وإعطاء التنبيهات بشكل عام، أم أن هنالك أيضا مميزات أخرى في هذا النظام؟ المميزات الرئيسية أخي بالنظام مثل ما هم ضربات القلب أو نبضات القلب ونسبة الأكسجين، طبعا هذول من أهم العلامات الحيوية. حاليا هل يوجد أجهزة مشابهة؟ طبعا في أجهزة مشابهة لكن تعمل بشكل انفرادي وموجودة عند المرضى، أنت تحطها للمريض عند الحاجة، لكن مش موصل على شبكة، مش بطريقة شبكة. مميزات النظام أن يعطيك النبض والأكسجين، لكن يعمل كشبكة كاملة، يعمل كجهاز انفرادي، لأنه في الغرفة نفسها بيطلع في جهاز بيطلع ألارم يعني إذا في أي خلل. وفي نفس الوقت الشبكة نفسها كلها موصولة مع بعض، هاي التميز الرئيسي، إنه شبكة موصولة كاملة لتوصل المعلومة للممرضات اللي على الكاونتر أو الممرضة اللي هي معينة على المريض. أستاذ فؤاد، يعني سامحني، نحن في الإذاعة نعتمد على الوصف أكثر، الوصف وصف بالكلام، إذا بتوصف لي هذا الجهاز كيف شكله، وين ينحط بالضبط وكيف يعمل؟ نعم، عند كل سرير، يعني عند 34 سرير اللي تكلمنا عنهم، عند كل سرير في جهاز إلكتروني بسيط صغير فيه شاشة ويوصل على هذا مثبت في الحياة جفوق المريض، وموصل بيتوصل للمريض بكابل واحد. هذا ميزة النظام، يعني انت اذا بتحط اجهزة مراقبة كبيرة ممكن تعطيك كذا الكترود توصلهم على المريض، هذا كابل واحد سنسور فيه حساس يوصل على اصبع المريض، حاليا الطفل لان قسم الاطفال حطنا، اما في اي من اصابع اليد او القدم، ومباشرة مجرد توصيله يعطيك العلامات الحيوية اللي حكينا عنه، يعطيك النبض ويعطيك الاكسجين، يعطينا إياهم على بجنب السرير، وبنفس الوقت بتطلع نفس العلامة، نفس المؤشرات هذه اللي شفناها والقياسات تطلع موجودة على الكاونتر الرئيسي في القسم. والممرضة المعينة على المريض من بداية التوصيل الجهاز وتفعيله بتحدد المستوى اللي لازم يكون فيه نداء للممرضة، يعني لأنه بتعتبد حالة المريض كم العمر، كم نبضات القلب اللي هي المريض عايش فيها، أو الحالة الأساسية بالأول، إذا صار في صعود أو هبوط في الأكسجين أو بضربات القلب هي بتكون محددة المستوى المتى يوصل الألارم عليه. هذا هو يعني بطريقة مختصرة، لكن مثل ما قلت بنسهل علينا كثير أنه وجود جهاز نداء، يعني أخي العزيز بنعملها بطريقة عملية. حاليا مش كل مريض في قسم عام عنده ممرضة، يعني في عندك ممرضة مسؤولة عن 3 أو 4 أو 5 أطفال حسب. فالجهاز يساعد التمريض انه اي كشف لاي حالات، اي تدهور في الحاله مباشره سرعه الاستجابه، لانه المريض ممكن تكون مع مريض ثاني في هذا الوقت ويصير في خلل او شيء بالعلامات الحيويه، فمجرد مباشره تستجيب. جميل جميل. طيب استاذ فؤاد، يعني حاليا مثل ما ذكرت ان هذا النظام مطبق في قسم الاطفال، لكن متى ممكن نشوفه ان شاء الله على جميع الاقسام في المستشفى؟
نعم أخي العزيز، إحنا في البداية هذه التجربة الأولى كانت في مستشفى دبي لقسم الأطفال اللي هو مثل ما قلت 34 سرير. عندنا قسم أطفال ثاني حاليا بيقوم بتجديد القسم اللي هو 26 سرير، هي الخطوة الثانية حيتركب فيها. أيضا مستشفى لطيفة كمان ماشيين على نفس الخطة رح يركب فيها في أقسام الأطفال. جميل. هل يتوسع للأقسام الكبار؟ نعم ممكن، لكن بداية بدينا بقسم الأطفال. إحنا صرنا حوالي سنة مركبين الأجهزة وبتم تقييمها، مع إنه في دراسات عالمية عملت عليها في أمريكا وفي أوروبا محل ما هو أكثر شيء مستخدم، والدراسات كلها مشجعة بالنسبة للنتائج. إحنا صرنا سنة مركبينه وإن شاء الله راح نتوسع لأكثر من هالقسم إن شاء الله قريبا. طيب أستاذ فؤاد، يعني أنا سامحني شوية كثرت عليك بالأسئلة، لكن ولا يهمك حاضرين، جزاك الله خير. يعني النظام المعمول فيه في السابق وهذا النظام الجديد الذي سوف يحل محل هذا النظام، بالمقارنة مع النظامين، يعني شو ممكن نتحدث عن آلية العمل السابقة واللي قدرنا من خلال هذا النظام أن نحن نحقق معايير جودة أعلى، معايير تميز أعلى، وتحقيق كفاءة استغلال أو أفضل استغلال للموارد البشرية الموجودة في المستشفى؟ بالنسبة إذا بدنا نقارن الوضع السابق بالوضع الحالي، حاليا مثل ما ذكرت سابقا إنه ممكن تحط جهاز منفرد عند المريض ويعطيك ألارم جنب المريض. هل الألارم هذه ممكن تسمعه، ممكن تكون بعيد، ممكن تكون في غرفة ثانية. يميز هذا الجهاز إنه موصل بشبكة، موصل بجهاز نداء. يميز إنه في مراقبة متواصلة ومستمرة، يعني مش متقطعة، لا متواصلة. طول ما السنسور موجود في إصبع الطفل إذن العلامات الحيوية مراقبة باستمرار على مدار الساعة. يسهل على طاقم التمريض مثل ما ذكرنا بالنسبة لعدد التمريض اللي بيكون موجود عادة في الأقسام العامة، ما نتكلم على أقسام عناية مركزة، الأقسام العادية. يسهل على التمريض لسرعة الاستجابة لأي خلل أو أي تدهور صحي في حالة المريض. مثل ما ذكرنا كمان من مميزاته انه بالذات عند الاطفال لما الطفل بدك توصل له اجهزه كثيره طبعا بتخوف، يعني فالكابل واحد وبس عند الاصبع اليد او الرجل يمكن ما يشوف الطفل حتى، فهذا طبعا محبب للاطفال. ايضا مشاركه الاهل بالموضوع، الاهل مشرح لهم على الجهاز كامل احنا لما يتركب مشان يكونوا معنا بالصوره شو اللي صاير، فكمان بتسهل الامور اكثر. فهي ميزاته الرئيسيه. إن شاء الله إنه يعني من بيتم تعميمه على أكثر من مكان في هيئة الصحة، لأنه بالفعل أثبت جدارته وكفاءته، ومثل ما نقول يعني ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. يعني مجرد إنه نشوف خلل ونتدخل بسرعة ونتفادى دخول المريض للعناية المركزة في وقت متأخر أو غيره، هذا يكفي طبعا. لو أنقذت حالة واحدة هذه تكفي طبعا. الحمد لله الجهاز كثير مسهل علينا وكثير تقول فريندلي يوز، يعني سهل استخدامه جدا جدا. نعم استاذ فؤاد، يعني في الختام كلمه تحب توجهها للجمهور؟ الكلمه طبعا هيئه الصحه بدعم من المدراء الصحه والشيوخ الله يعطيهم العمر، الحمد لله لم يبخلوا على أي شيء باستحداث أو جلب التكنولوجيا الموجودة. هذا أحد الأمور اللي دخلت حديثا لمستشفى دبي، ومثل ما ذكرت في المقدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحنا الوحيدين اللي عندنا الجهاز هذا حاليا، ونتمنى إنه معظم المستشفيات اللي تحب تعرف عن الجهاز تزورنا في مستشفى دبي، نشرح لهم عنه ونشرح عن الكفاءة اللي ماشيين فيها، وإن شاء الله إنه يعمم حتى يستفيد منه أكبر عدد من المرضى إن شاء الله. نعم للسيد فؤاد شهاب مدير إدارة التمريض بمستشفى دبي، نحن شاكرين لك هذه التوضيحات وهذه المداخلة، وبالتوفيق دائما في مختلف الأنشطة والفعاليات. شكرا جزيلا. شكرا خلاجي، شكرا لكم. العافية، الله يعافيك. إذن مستمعينا، شيء مهم ذكره الأستاذ فؤاد يعني في نهاية هذا اللقاء، أن هذه التقنية موجودة حاليا في مستشفى دبي، تم العمل بها، هنالك يعني توجه حتى لمشاركة
هذه المعرفة مع غيرها، مع غيرها من المستشفيات، مع غيرها من القطاعات. وهذا الشيء اللي دائما ما نسعى من خلاله في هيئة الصحة أن نحن نتبادل هذه المعرفة، سواء وصلنا إلى مرحلة معينة أي مستشفى أو أي هيئة أو أي وزارة حابة أن تدخل معنا وتتعرف على الأنظمة الجديدة اللي في مستشفى دبي أو في مستشفيات الهيئة بشكل عام، فالباب مفتوح لعقد زيارات ميدانية ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات التي تتواجد، وإن شاء الله تتعمم على كل مستشفيات الدولة. عيسى سبيل عصب قال لي طلع فاصل، بس اسمح لي عيسى بس أذكر بالإعلان الخاص بمركز التبرع بالدم، 30 ثانية سامحني. يعلن مركز دبي للتبرع بالدم عن حاجته للمتبرعين بالفصائل التالية، بفصائل الدم التالية A+, A-, O+, O- و B-، على الراغبين بالتبرع التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم المتواجد في حرم مستشفى لطيفة. فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي تأتيكم مطلع هذا الأسبوع، والتي يعني نتناول فيها العديد من المواضيع التي تهم جمهور المتعاملين من قضايا، من ملاحظات وآراء حول القطاع الصحي في إمارة دبي. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. هذا التعاون الذي شهد اليوم ولله الحمد انطلاق الملحق الأسبوعي الذي يصدر مع صحيفة البيان اللي هو البيان الصحي، يعني ملحق فيه العديد من المواضيع التي تهم جميع الأفراد المجتمع صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا بمختلف جنسياتهم. أيضا مستمعينا أبغي بس أذكركم كذلك بأرقام التواصل معنا على الرسائل النصية 4006، وعبر الهاتف على الرقم ذكرني فيه عيسى، نسيت من زمان ما قلته، 600-551414، صح؟ إذن 600-551414. أيضا مستمعينا ما ننتقل الآن ليطرح موضوع وايد مهم، يعني حيث شهدت دبي مؤخرا اجتماع موسع لمسؤولي أنظمة المعلومات الصحية في العالم. يعني هذا الاجتماع لاستضافته هيئة الصحة بدبي لإعداد أول منهج أكاديمي دولي لإدارة المعلومات الصحية، للإدارة المعلوماتية الصحية، إلى جانب دليل المسار الوظيفي للعاملين في هذا المجال. حضر هذا الاجتماع اللي امتد على 3 أيام الدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية، والدكتور أسامة الحسن رئيس قسم الصحة الإلكترونية في هيئة الصحة بدبي، واللي معانا عبر الهاتف واللي بيعطينا إن شاء الله تفاصيل هذا الاجتماع. كذلك حضر ممثلون عن مؤسسة المعلومات الصحية الأمريكية إلى جانب 13 مسؤولا من مختلف الدول المتقدمة. مرحبا دكتور أسامة. يا هلا، السلام عليكم، كيف الحال؟ يا هلا فيك دكتور. يعني في البداية لو تحدث جمهورنا عن أهمية المعلومات الصحية وما وصلت إليه هيئة الصحة في هذا الإطار. في البداية أحب أرحب فيكم. طبعا موضوع المعلومات الصحية موضوع مهم جدا جدا، لأن الحين بالنسبة للصحة صارت يعني شيء مهم جدا بالنسبة حتى يعني موضوع كسياسة للشعب، أن واحد من الأولويات اللي صارت فيه الصحة والتعليم. فبالنسبة للصحة لو تلاحظ آخر يمكن 10 سنوات تلاحظ يعني أغلب الناس تلاحظ أن موضوع الصحة صار مكلف جدا جدا للدولة وللأفراد وللمؤسسات، لأن عشان تحافظ على الكواليتي أو الجودة الصحة لازم تصرف وايد على هالشيء. فالحين صار استخدامات التكنولوجيا مهمة جدا جدا
لتحقيق هدفين، أول شيء لضمان الجودة، والهدف الثاني تقليل تكاليف الصحة. فمن أهم الأشياء مثلا الحين صار نركز عليها موضوع أن أتمتت الأنظمة الصحية، صار بدل نحاول نقلل استخدامات الأنظمة الورقية وتحول الأنظمة الإلكترونية، فلذلك زادت أهمية المعلومات الصحية لأنها تدعم هالشيء. طيب دكتور، لماذا تم اختيار دبي على وجه التحديد لاستضافة هذا الاجتماع الدولي المهم؟ أوكي، هذا اللي نسميه المجلس الدولي للقوى العاملة في مجال المعلوماتية الصحية. نعم. ومجلس تكون تقريبا في نهاية 2014، وتم دعمه عن طريق المؤسسة الأمريكية للمعلوماتية الصحية اللي حصلت على دعم حتى من الحكومة الأمريكية، اللي مثل ما يسوونه يعني صندوق أو أن جمعية خيرية الهدف غير ربحية. الهدف منها مثل ما قلت أنت في المقدمة، أول شيء وضع منهج لتعليق منهج قياسي عالمي لموضوع تدريس المعلوماتية الصحية، هذا واحد. والثاني هو توصيف كل الوظائف المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية الصحية والمسار الوظيفي لكل وظيفة. مثل ما قد بدأوا الموضوع هذا من سنتين، وقرروا بناء على دراسات معينة أن يختاروا 5 دول تكون هي مثل ما يقولون هي اللي هي تجرى عليها الدراسة، وكان تم اختيار دولة الإمارات 1 من 5 دول على طاق العالم. ولذلك الحين في دبي قاعد تم اختيار دبي لاستضافة 3 اجتماعات هذا المجلس. جميل. دكتور، شو اللي تم مناقشته على وجه التحديد خلال هذه الأيام الثلاثة؟ أول شيء تم في الاعتماد المنهج اللي تم تنفيذه خلال السنتين الماضيات، اللي هو منهج قياسي أكاديمي سوف يتم نشره على الجامعات على مستوى العالم، واختيار بعض الجامعات اللي تكون هي مثلا اللي هي البروف أوف كونسبت أو أول جامعات تبنى هالمنهج. ونحن عندنا في الإمارات الآن يعني خلال هالاجتماع تبين أن عندنا جامعتين أو مؤسستين تعليميتين تم اختيارهم ضمن 10 مؤسسات على مستوى العالم هي اللي راح تتبنى هذا المنهج لأول مرة. جميل. طيب دكتور، يعني أنت ذكرت أن هذا المنهج سوف يتم تبنيه لأول مرة، يا ترى كيف سيتم إعداد المنهج الأكاديمي الدولي لإدارة المعلومات الصحية؟ لا وخلاص تمت كل الإجراءات الآن عن طريق كيف سيتم تنفيذه؟ وتنفيذه لأن المنهج تم وصفه بطريقة تفصيلية بحيث أن شو هي المقررات لكل سنة، وداخل المقرر تم تحديد شو الوحدات وشو المهارات اللي واجب توصيلها للطلاب، سواء كانت مهارات عملية أو علمية. جميل. يعني أيضا المؤسسة المجلس وفر مثل ما يقولون كونتنت أو بمعنى محتوى للكورس أو للمنهج، بحيث أن حتى الأساتذة يقدرون يتواصلون مع هذا الكونتنت، وهذا مما يساعدهم بتحضير المقررات والسلايد وكل الأشياء المتعلقة بالمنهج. أعتقد هذا الدكتور أيضا بيساهم في توضيح المسار الوظيفي للعاملين في هذا. طبعا الميزة أن أنت عندك منهج وقياس ومعروف شو الأهداف مالته وشو المخرجات، أنت الحين قاعد تقدر توصف شو اللي بيكون عند المتخرج من هذا المنهج. صحيح صحيح. فاللي هي راح يكون أكثر من مسار، فبهالطريقة هذا راح يسهل عملية تنفيذ المسار الوظيفي، لأنك أنت عارف بالضبط المتخرج هذا شو المهارات اللي عنده. جميل. لكن الفكرة اللي سواها المجلس إنه ما توقف على موضوع منهج البكالوريوس أو الماجستير، لا هو يتكلم حتى عن البروفيشنال سيرتيفيكيت أو الشهادات المهنية اللي راح يأخذها المتخرج طوال فترة عمله اللي هو التعليم المستمر، حتى كونه تخرج ودخل وظيفة في المسار الأول بيكون واضح أن إذا أخذ مثلا ماجستير أو أخذ شهادة معينة مهنية راح يترقى خلال فترة معينة. طيب دكتور، أهم التوصيات اللي طلعتوا فيها أو طلعوا فيها المجتمعون يعني، وهل كانت في أجندة عمل واضحة في هذا المجال؟ من أهم الأشياء تم بعد ما تم إقرار المنهج هذا كان أول في صيغة النهائية،
كانت الفكرة الثانية هي موضوع اعتماد اختيار الجامعات اللي راح تتبنى هذا المنهج. ومثل ما قلت لك تم توقيع اتفاقية مع مؤسستين تعليميتين داخل الدولة، واحدة حكومية وأخرى خاصة، وهم قرروا أن يتبنوا هذا المنهج ابتداء من العام القادم. شو هي المؤسستين دكتور؟ يعني والله انا لا فضلهم يعلنون عنها نفسهم هذا. زين مو مشكله. زين احنا كنا حابين نشجع باقي المؤسسات انه بعد كذلك تتبنى. هم بيسالون وبيعرفون اكيد. زين تفضل دكتور. زين الشيء الثاني ايضا ان تم اعتماد قرار ان المنهج يتم وضعه داخل نظام، بمعنى انه يكون نظام موجود على الويب بحيث انه يكون اسهل نشره واسهل الاستفتاء عنه. فبدل ما يكون انه هو على الورق، راح يكون انه خلال تول معين او سيستم معين يستطيع الباحثين او المؤسسات الاكاديميه اللي تبي تبني المنهج انها تنظر في المحتويات وتقارنها بالوضع اللي موجود عندها حاليا. متى ممكن تكون على الويب دكتور؟ متى حاطين في الخطة أنه ممكن والله إحنا خلال المفروض أن حطينا خطة سنوية، المهم على نهاية السنة المفروض إن شاء الله يكون قبل، يعني إحنا نتمنى إن شاء الله خلال شهرين. والله المجهود يعني مو والله مو بقصرين يا دكتور، أدري أدري، بس نحن دائما في عصر السرعة. أيضا نفس الشيء راح يكون على موضوع المسار الوظيفي، راح نحطه على كونتنت معينة، ويب كونتنت، بحيث أن الباحثين أو حتى اللي يبون يسوون وصف للوظائف داخل المستشفيات أو داخل وزارة الصحة أو كذا، يستفيدون من الوصف التفصيلي للوظائف والمسارات الوظيفية اللي موجودة في المحتوى اللي تم تكوينه من خلال هذا المجلس. فهذه أهم الأشياء اللي تم الاتفاق عليها. طيب هذه التوصيات كلها إن شاء الله ستنفذ خلال عام 2016. نعم نعم نعم. نحن حقيقة نبارك لكم هذه الاستضافة دكتور، ونبارك لكم هذه المجهودات الكبيرة اللي تقومون فيها دكتور أسامة الحسن. يعني هل من إضافة أخيرة تبغي توجهها في هذا المجال؟ والله بس مثل ما قلت نحن ما شاء الله يعني القيادة عندنا موجودة، سواء القيادة العليا أو حتى مستوى المدراء على وزارة الصحة وهيئة الصحة دبي، قاعدين نلاحظ الحمد لله صار اهتمامه أكبر وأكبر بموضوع تأهيل الكوادر الوطنية والقيمة اللي موجودة اللي تستبد موضوع الهيلث انفورميشن مانجمنت أو الإدارة المعلوماتية الصحية. والحين مثلا عندنا هيئة الصحة راح تقوم تقريبا 3 مشاريع رئيسية، العظم فيها أو الشيء الكور فيها هو موضوع الهيلث انفورميشن مانجمنت. فعندنا موضوع يعني راح يكون عندنا مشاريع تخص الملفات الصحية الإلكترونية، راح إن شاء الله يعني يكون في يعني أخبار طيبة بهذا الموضوع قريبا إن شاء الله. فهذا زاد الاهتمام أكثر وأكثر بموضوع تأهيل الكوادر في موضوع الهيلث انفورميشن مانجمنت. أنت الحين فتحت موضوع ثاني دكتور، يعني ذكرت أن عندكم 3 مواضيع رئيسية في الإدارة، أنا بأخذ تفاصيل الحين دكتور إذا بتعطيني. والله مثل ما قلت كل شيء في وقته حلو، يعني إن شاء الله قريبا جدا جدا راح. اليوم كل ما نتصل في حد يتحفظ يعني على قدر الإمكان على المعلومات للإعلان عنها، أعتقد يمكن عشان مؤتمر الصحة العربي جاي على الطريق، فالكل قاعد يوفر بالضبط. كل هذه راح تطلع خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يوفقكم يا دكتور ويعطيك ألف عافية. دكتور قبل أسكر بس يعني أنا شدني مسماك الوظيفي رئيس قسم الصحة الإلكترونية، شو يعني الصحة الإلكترونية دكتور؟ الصحة الإلكترونية هي علم جديد تكون من فترة قريبة، يعني باللغة الإنجليزية يسمونه الإيها، وهو تقريبا تقاطع العلوم 3 مختلفة. أول شيء موضوع الكمبيوتر ساينس أو علوم الحاسب الآلي، نعم، اللي تداخلت مع موضوع الصحة كصحة بالنسبة كمعلومات اللي يأخذونها الأطباء، كذلك على موضوع الإدارة. فهي إدارة من جهة أن تعرف المواضيع الإدارية وكيف أنك تزيد الكفاءة والقدرات بالنسبة للأنظمة، بلس أن موضوع الكمبيوتر كيف تستخدم التكنولوجيا
على أساس أنك تقلل التكاليف وتزيد الكفاءة، بلس أن أنت قاعد تدمج هذه كلهم مع علم الطب. أنا طبعا مو طبيب، ولكن أنا مثلا أقدر من خلال الإمكانيات اللي أوفرها المصحة الإلكترونية أني أحسن خبرة المريض أو تعامل المريض مع المستشفى. أنت الحين بدل ما تحتاج مثلا أنك تركب سيارتك وتروح وعلى أساس مثلا تأخذ موعد مع طبيبك، تدخل في الزحمة whatever. الحين أنت باستخدام موبايل آب تقدر أنك تختار الموعد اللي يناسبك، توفرت وقت وزمن على نفسك حتى على طبيبك. صحيح. وهذا هو المجال اللي تلعب فيه الصحة الإلكترونية. نفس الشيء ينطبق على التطبيق عن بعد، ينطبق على أنك مثلا تتواصل مع طبيبك وأنت في البيت، حيث مثلا يعدل لك مثلا جرعة الدواء اللي تأخذها أو في كل هذه الانتراكشن هي اللي موجودة داخل ما يسمى الصحة الإلكترونية. يعني أنتم مستقبل الصحة إن شاء الله، نتمنى ذلك. دكتور أسامة الحسن، رئيس قسم الصحة الإلكترونية في إدارة تحليل بيانات ومعلومات الصحة بهيئة الصحة في دبي. نحن شاكرين لك هذه المداخلة وهذا الحوار الشيق. مشكورين على الاستضافة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، يعني بس أحاول أختصر لكم أهم الشغلات اللي قالها أستاذ أسامة، هي كلها تصب في مسألة إعداد منهج أكاديمي لإدارة المعلوماتية الصحية. ف يعني من خلال هذا الاجتماع الموسع لمسؤولي أنظمة المعلومات الصحية في العالم، تم طرح العديد من المشاريع والمبادرات التي سوف ترى النور إن شاء الله في عام 2016 من خلال إعداد منهج أكاديمي، وأيضا التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية لضمان التعليم المستمر الذي يلقاه العاملون في هذا القطاع. إذن أيضا مستمعينا، بس بذكر حقيقة ببعض الزيارات الخاصة بالأطباء والاستشاريين اللي موجودين معانا، واللي يعني هذه من الخدمات اللي تطرحها هيئة الصحة بدبي متمثلة في إدارة العلاج في الخارج. يعني من بين الأشياء اللي يسوونها الإدارة أنهم يستقطبون مجموعة كفاءات عالمية إلى إمارة دبي، ومن خلال هذه الزيارات يطلعون على أكبر عدد من المرضى المتواجدين معانا في إمارة دبي، بدل ما الواحد يروح ويسافر ويتعنى مشقة السفر، لا، ممكن نحن نجيب هؤلاء الأطباء بحكم أن يعني الستاب أو التجهيزات كاملة متواجدة في هيئة الصحة في دبي. عندنا في هذا الشهر في مستشفى دبي بيكون دكتور برونو ديليمانس، استشاري عمليات ربط المعدة من بلجيكا، بيكون موجود في تاريخ خلال هذه الفترة هو موجود حقيقة. وأيضا عندنا الدكتور أليساندرو دافيرو، استشاري أمراض النساء والمسالك من إيطاليا، كذلك موجود في مستشفى دبي. إذن مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا حلقتنا اليوم، لكن أحب أذكركم ببعض الأمور. أول شغلة، التنويه الخاص بمركز دبي للتبرع بالدم عن حاجته لمتبرعين بفصائل الدم التالية A+, A-, O+, O- و B-، على الراغبين بالتبرع التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم في حرم مستشفى لطيفة، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. أيضا مستمعينا، غدا إن شاء الله بتكون عندنا مسابقة خلال هذا الأسبوع، من استقبل فيها إجاباتكم على بعض الأسئلة اللي من نطرحها من خلال البرنامج، فنبغيكم تتابعونا وتشاركون في هذه المسابقة، ما نطرح عليكم السؤال. وهذه المسابقة بالتزامن مع معرض الصحة العربي اللي منسلط الضوء بشكل مفصل على هذا المعرض. عموما مخرجنا أشر على نهاية الحلقة،
وفي الختام أنا ما أملك إلا أني أتوجه بالشكر الجزيل لكل العاملين في هذا البرنامج. في البداية مع موظفي قسم الإعلام، أنا ما أبغى أذكرهم بالاسم لأن حقيقة أنا خاف أنسى حد منهم، لكن شكرا جزيلا على الجهود اللي يقدمونها في إعداد هذا البرنامج، وأيضا إعداد العديد من والمشاركة في إعداد العديد من القنوات الإعلامية اللي تتوجه للجمهور، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وغيرها من المؤسسات الإعلامية المتواجدة في الدولة وخارج الدولة. أيضا الشكر موصول كذلك لمخرجنا المتألق دائما الأستاذ عيسى سبيل، وأيضا الشرلي قال لي أشكر أشواق مسعد، فمشكورة يا أشواق كذلك، ونشوفكم إن شاء الله باكر على أمل أن نلقاكم إن شاء الله، وأن تكونوا دائما بصحة وسعادة. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم محمود يوسف، وإلى الملتقى. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.